السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة ودايما عامر، وهنستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على الأرقام اللي هتنزل على الشاشة. وطبعا بنرحب بضيفنا الشيخ أحمد الملكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ أحمد. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. عايزين كده يا شيخ أحمد نبدأ كده بكلمة في بداية العام الدراسي اللي خلاص بدأ في كل البيوت المصرية. كل سنة وانت طيب. كل سنة حضرتك طيبة وبصحة وسعادة يا رب. والسادة المشاهدين، أنا كلمتي أن أنا يا جماعة مفيش نهضة لأي إنسان إلا بالعلم. ولذلك الله تبارك وتعالى أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وسائل المعرفة، اللي هي اقرأ في أول 5 آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله جل وعلا لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا في شيء واحد. يعني لما نبحث كده هنلاقي ربنا ما بيقولش للنبي اطلب شيء واحد بس زيادة في شيء إلا في حاجة واحدة بس، اللي هو فين؟ طلب العلم. وقل رب زدني، وقل رب زدني علم. الحاجة الثالثة إن يا جماعة وإحنا في بداية العام الدراسي محدش بقى يستسهل ويقول والله أنا أروح بقى للسنتر وأروح مش عارف كذا وأروح لكذا وأروح كذا. العلم لا يكون إلا بتواصل طالب ومدرس، طالب وشيخ. ده مهم جدا. ليه يا أستاذة؟ لأن لما نيجي نلحظ في أول قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، نلاقي الهمزة بتاع اقرأ باسم ربك دي اسمها همزة وصل مش همزة قطع. طب هو يعني ربنا سبحانه وتعالى ألا يستطيع أن يأتي بلفظة فيها همزة قطع؟ يقدر. أو يجيب مثلا الفعل اللي هو تعلم مثلا، طب ليه قال اقرأ بهمزة الوصل دي؟ قال أهل العلم عليهم رحمة الله، أي أن العلم لا يكون إلا عن التواصل. واحد يقول لك لا أنا اكتفي بالمذكرة والكتاب وأقعد أقرأ كده وبتاع وأنا هنجح إن شاء الله، ما أنتش نافع كده. لازم شيخ، لازم مدرس تسمع منه وتشوفه، لأن العلم لا يكون إلا إيه؟ إلا بتواصل. فلذلك قال الله اقرأ باسم ربك. احنا معانا بقى تليفون أم روان. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذة دعاء؟ أهلا بك يا حبيبتي. ازيك يا شيخ أحمد؟ بعد إذنك أنا أسألك سؤال بس. اتفضلي. أنا عندي حماتي، أنا مطلقة بقالها كتير. بس أنا جوزي منفصل عن باباه من عمره، يعني من يوم ما انحط في بطنه. هو بيتكلم عن ابنه كلام وحش جدا. ده حماكي؟ لا، والده بيتكلم عن اللي هو حماكي يعني. كلام بيتكلم عن ابنه كلام وحش، وبيقعد يقول يحلم عليا ومش عارف ايه وكلام من ده. هو قبل كده كان شاكيه ان هو ما كانش بيكلمنا، بيبعد عن المشاكل، جوزي بيبعد عن المشاكل لان هو متجوز واحده تانية مخلف منها بنات. مثلا لو جال بنت غلط ولا كده بتتحط عليه وبيزعل وما بينصفوش. دي حصل مشكله، بيقعد يقول انت بتتكلم على اخواتك وبتجيب سيره اخواتك، والله هو مش عشان جوزي خالص، وما بيتكلمش على حد ولا على اخوات ولا على غيره. جت مامته زعلت وجايت له تحرم عليا وهسيب لك البيت ومشي لو كلمت ابوي، وجابت المصحف وحلفت عليه. لو انت كلمت باباك هو محتار، هو بابا بيعمل فيه كتير وعامل فيه حاجات ما تنفع، بس هو بيقول عشان ابني ما يعملهوش فيا. مش عارف يعمل ايه، مش عارف هيرضي امه ووالدته قاعده معانا، ما نقدرش ان احنا نستغنى عنها لان هي ضحت عشانه كتير. بس في نفس الوقت بابا هو ما راهوش حاجه يوم حلو، بس غصب عنه ده بابا. مش عارف هو يعمل ايه، مش عارف يراضي والدته ولا يراضي بابا، مش عارف. يراضي الاثنين. يسمع، شوفي، يسمع كلام ربه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، كلام سيدنا النبي وكلام ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو قال وبالوالدين احسانا، لا الا بالاب بس ولا بالام بس، وبالوالدين احسانا. يذهب الى الاب فيبدا يبر ابوه، ويذهب الى الام يحاول يبر امه. تقول له بقى تحرم عليا، ما تحرمش عليا، تحلف على المصحف. هي حره بالكلام اللي هي بتقوله ده. ان هي طب اخلص بس، ان هي تبدا تكفر عن يمينها اذا اقسمت. لكن الولد ده هيجي يوم القيامه، وجوزك ده هيجي يوم القيامه، وربنا هيقول له هو انت ليه ما برتش ابوك؟ ما يقولش يا رب اصل امي قالت لي ما تبرش، مفيش كده. هيقول له وانا قلت لك بر. فيسمع كلام مين؟
طب حضرتك يعني هو لو راح ما يبقاش عليه حرمانية مثلا لو امه قالت له مثلا لو راح من وراها يروح من وراها، يروح من وراها، يروح من ايمان ورا، بس هي لو عرفت تأمره هيبقى في بمعصية. مشكلة. بصي بصي انت ام مين؟ يا ام روان، هي تأمره نعم بمعصية ولا بتأمره بطاعة؟ انت جاوبيني. لا بطاعة ربنا طبعا. هي بتأمره بطاعة يعني، ما بتقول له ما بتكلم ما لا تكلمش هي ابوك بطاعة؟ لا 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 يعني ده معلش، حاجة غلط يعني الشيخ، لا هي قصده ان هي بتقول له حاجة قالت هي غلط. كده غلط، وانا قلت لها يا ماما ما تتصرفش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ايوه والنبي طبعا. عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف. كلام سيدنا النبي، أسمع كلام سيدنا النبي ولا أسمع كلام حد بيعصيني؟ لا طبعا كلام سيدنا النبي، بس بس هو لكن أنا أروح لها، أروح من وراه لا يا ماما دي في النهاية بابا، وانا ربنا وصاني عليكم انتوا الاثنين ما تحطونيش في النص. طيب معانا تليفون. ام روني اهلا وسهلا. ايوه سامعاني حبيبتي؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. الو السلام عليكم. انا سامعاكي اتفضلي. ايوه ازي حضرتك يا استاذ دعاء؟ كويسه حبيبتي الحمد لله. لو سمحتي عندي سؤالين لفضيله الشيخ. قولي. تحت امرك. عندي سؤالين لفضيله الشيخ. تحت امرك يا فندم اتفضلي. بص حضرتك، بص ازاي حضرتك، حضرتك مش الشيخ احمد؟ حضرتك. ازاي حضرتك الشيخ احمد؟ الحمد لله بخير والله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله في نعمة والله، الحمد لله. الو. بصي وطي التلفزيون احنا سامعينك كويس كلام قوي. وقتية. قولي بقى بص السؤال، حضرتك قولي الشيخ السؤال احمد، ورا بعضه بقى احنا سامعين. انا عندي ساكنة في بيت عيلة. حضرتك انا ساكنة في بيت عيلة. ما الو. تسكتيش ما تسكتيش احنا سامعينك، قولي كله ورا بعضه الكلام يلا. انا ساكنه في بيت عيله وفي مشكله بيني وبين واحده يعني قريبتي ساكنه في الدور الارضي مع الاولاد. مع الاولاد. قولي كله ورا بعضه احنا ما انا سامعين. سامعه حضرتك اهو بتكلم. طب قولي يا يا شيخنا احنا مخاطبين بعض، فالاولاد كل شويه ايه في الطلعه والنازله يتخانقوا يعني ايه مع بعض كده. والله وطي الطلعه التلفزيون والنازله يتخانقوا مع هتريحي بعض. نفسك وهتريحينا، وطي فانا التلفزيون، اولادي مع اولادها، وطي فانا التلفزيون. بقول لجوزي لو سمحت انزل قول لهم. ما تدخليش بقى جوزك في الموضوع. بتدخلي جوزك في الموضوع ليه اصلا؟ هي توت تفزوق مش هتسمعك، انا هسمعك بعد 3 دقايق ولا حاجه. انت معانا؟ الخط قطع قفلت. هي اللي عملت في نفسها. تمام. طب يعني كلمه هي معناها ان هي متخانقه مع جارتها والعيال لا بيتخانقوا مع يجوز بعض يا اخوانا، بسبب يا الخناقه وبتدخل جوزها في اخوانا نتقي الموضوع. الله، يعني احنا مش ناقصه اللي احنا نبدا نخاصم. الله عز وجل حرم هذا الخصام اصلا. لكن حتى الاطفال بيلعبوا مع بعض ويتخانقوا مع بعض ويضربوا، طبيعه الاولاد. المفروض الناس تعمل ايه؟ تعالى يا حبيبي انتوا اخوات، ما ينفعش انتوا تعملوا مش عارف ايه. ما تجيش الام تتحمق لابنها والتانية تتحمق لابنها ويحصل الشقاق والنزاع بين الطرفين، مش كده. لانه في النهايه هتيجوا تتخانقوا انتوا والعيال يتخانقوا مع بعض، تاني يوم هيلعبوا برضو مع بعض. فالاصل اللي احنا نبدا نربي اولادنا، نربي اولادنا، مش نبدا نعامل ولادنا ونقول لهم اللي يضربك تضربه ولو مسكك كده كل بطنه، عارفين انتوا كل مصارينه. فاحنا بنطلع ايه؟ بنطلع شياطين، احنا مش هنطلع يعني اولاد صالحين بالطريقه دي. لكن اللي هو ليه يا حبيبي؟ هو انتوا ينفع تضربوا بعض؟ ده انتوا اخوات، ما ينفعش ان انتوا تضربوا بعض. وابدا افهمهم واربيهم بالطريقه دي. ما تدخليش جوزك في كلام العيال. ام مصطفى اهلا وسهلا. فاتحه ام مصطفى التلفزيون. وطي بقى التلفزيون وقولي سؤالك. قفلت برضو. يا جماعه وطوا التلفزيون، وطوا التلفزيون. معانا مين؟ ام مصطفى يا اهلا وسهلا مصطفى. انت ام مصطفى؟ الحمد لله على السلامه. الحمد طيب. لله على السلامه. قولي يا حبيبتي قولي سؤالك. دلوقتي انا منفصله عن جوزي. علي صوتك بقى، علي صوتك. انا منفصله عن جوزي وبيننا وبين بعض ولد. ماشي ماشي. والولد ده بيروح لابوه عادي، بس ساعات بيشتمه ويعامله وحش خالص. فانا بنزعلي عشان الولد ما برضاش اقول له خلاص ما تروحش. هيجي يشتكي للدنيا بحالها ان هو ما بعتوش، هو بيعامله وحش وبيشتمه اصلا. عنده كام سنه ابنك ده؟ ايه؟ عنده كام سنه؟ عنده 10. تمام. بعدين لما بيقول لبابا بابا بيعملني وحش ويزعلني بقول له معلش. ما
فبقابله في السكه واقول له برضه الكلام وحش، ويقول للناس ان انا اللي مش راضي اوديه، يعني بيجيب الذنب عندي رغم ان هو اللي بيعامله وحش. فاهماني؟ ايوه. هو لما بيروح يعني بيروح بيت العيله كلهم بيقعدوا معاه ولا بيروح لبابا بس؟ لا هو هو ابوسك اللي لوحده في بيت لوحده ومتجوز واحده ثانيه. ساعات بيعامل وحش وساعات لما انا يعني لما نغيبه عنه يشتكي للدنيا بحاجه، لما نبعته بيعامله وحش، يعني يعني بيجيب الذنب عندي وفي نفس الوقت هو اللي بيعمل الوحش. والولد الولد بيبقى عايز يشوف باباه ولا مش عايزه؟ لما بيغيب عنه بيقول نفسي نشوف. هو بيروح له مثلا ايه يقول له ايه القرف اللي انت فيه، يعني بيقول له حاجات فيه ومش فيه اصلا. انت نفسك واحد امك مش مهتميه، ده انت وانتك بيقول له كلام ما بيحصلش. يعني بيضايقه علشان يضايقك، يعني بيبقى يعني بابا بيبقى عايز يضايقك فبيروح بيضايق ابنه عشان يضايقك. يعني بيضايقني بكلامه لابني. أيوة. لما انا بسال على ابني ان هو خلاص ما تروحش، طب ما هو بيعملك وحش، يقول للناس ان انا اللي بحوش وانا الواحده وحشه هي اللي مش عاوزه ابني يجيني، يعني هو بينقل نفسه مش عارفه نعمل ايه. ماشي يا حبيبتي. يعني ما انا شايف ان انت تحاولي تهدي الولد، ولو تشوفي حد مثلا لا علاقه بالاب تقول له يعني ما ينفعش انت تكلم والده ابنك بالطريقه دي، ابنك بدا يزعل، ابنك بدا مثلا هيبتعد عنك، فحاول بقدر الامكان اللي انت تقرب ابنك من يعني كلام من الكلام ده. لكن مش هقدر اقول لك مثلا لا ما تمنعيش ابنك مثلا، هقول لك لا، هو في النهايه ده ابوه، وفي النهايه انت عليك دور كبير جدا اللي انت تحاولي قدر الامكان اللي انت تهدي الولد وتقول له في النهايه ده بابا ومعلش وبنستحمل هو خايف عليك، يعني كلام من هذا القبيل يعني. ووصيه للوالد انه اتقي الله في ابنك، يعني انت مسؤول، انت مسؤول على فكره مش عن تعليم، عن نفسيه الولد. كونك ان الولد يطلع بقى مضطرب نفسيا ده انت ستسال يوم القيامه. هو بيبقى عايز يضايق طليقته فيضايق ابنه عشان يروح يضايق امه. ما دي مصيبه للاسف الشديد. ولذلك يعني لو ان الولد جاله حاله نفسيه صعبه جدا ان هو مش عاوز يروح للوالد فماذا يفعل؟ انا اقترح ان بيبقى في لجنه يعني حكمين ولا ثلاثه كده هم اللي يقرروا، يقولوا له احنا دلوقتي بنحافظ على نفسيه. لو حصل له اضطراب، الولد جات له اضطراب نفسي، طب هيعمل ايه؟ مش عايز اشوف ابويا. يعني احيانا بعض الناس كده ممكن يجي لهم حاله من حالات الصرع، ابويا انا لما بروح له كده ببع عو، طب اعمل له ايه ده؟ فيقول لا فرض عليه ولازم ونوديه ونعمل. ايوه الولد ده خلاص اضطرب نفسيا، فماذا نفعل؟ لجنه هي تقرر تقول لا والله امنع الولد ده عن ابوه فتره كده معينه لغايه لما الاب يلم نفسه ويحترم نفسه، وفي النهايه ده انسان، ده بشر. لكن ما وصلناش للدرجه دي نقول لي بقى الاب ايه اتق الله خلي بالك عشان انت مسؤول عن ابنك، مسؤول عن تاديبه. تاديبه يعني ايه؟ مسؤول عن النفسيه بتاعته، تكون النفسيه مستقره. لو حصل اضطراب في النفسيه فانت يوم القيامه هتبقى مطرود من رحمه الله. يا للدرجة دي؟ طبعا. هو القضية مش قضية تعليم وبديه المدرسة وبدفع له دروس وبتاع، طب والنفسية دي؟ الولد طالع مضطرب نفسيا، مهزوز نفسيا، ضعيف الشخصية، بسبب مين؟ قد يكون بسبب أبوه، قد يكون بسبب أمه. أم يوسف أهلا وسهلا. حضرتك يا شيخة دعاء، ازيك يا حبيبتي عاملة إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت لسه بكلم الشيخ أحمد على القناة التانية والمكالمة فصلت عليا. الله عليكي، انت ورانا بالقناه دي والقناه دي ورانا وهي لذيذه متابعه حضراتكم هنا وهنا. اهلا وسهلا، نورتينا في كل القنوات، تكلمينا كل يوم كمان. الله يخليك. اتفضلي يا حبيبه قلبي سؤالك. ماشي، انا كنت بكلم شيخ احمد عن بابايا وكده. يا شيخ احمد انا معاك، ازيك يا ام يوسف؟ الحمد لله. كنت بس عاوز اكلمك عن جوزي. يعني خلصنا بابا ندخل على الزوج. معلش. طب ماشي، انت كنت اتصلتي بينا وقلتي ان باباكي انت بتحسي ان هو مش بيحبك او مش بيعاملك كويس، وبقى ايه بقى في كسر المشاعر بينك وبينه. تمام. طيب جوزك ايه بقى؟ انا جوزي متوفي من 6 شهور. الله يرحمه. بقى لله. تمام. وخدت سيلفي. وايه؟ اتجوزتي اخوه. تمام. بس هو ما كانش متجوز، هو كان شاب. ايوه تمام. انت مخلفه يعني؟ مخلفه من جوزي اللي توفى 2، ولسه جايبه بنت من جوزي ده عندها 4 سنين. انت متجوزه من ست وجوزك ميت من 6 سنين. 6 سنين بقى، مش من 6 شهور. جوزها ميت من 6 سنين. اوكي. ماشي يا حبيبتي، وبعدين؟
دلوقتي هو بيفرق في المعامله ما بين العيال. ليه كده؟ ده هو مفروض ده في الاخر ولاده، يعني ولاد اخوه دول ولاده. يوسف السنه دي لسه داخل اولى ابتدائي، كان لسه عنده 6 شهور لما بابا توفى. طيب، يعني هو اللي مربيه المفروض. هو اصلا يعني ايه بيقول له يا بابا وكده، ما يعرفش حاجه عن بابا. طبعا احنا بنقوله كده، بس يعني عارف ان ده باباه. أيوة. هو باباه فعلا. عمه كان يعني. عندها سنه ونص دلوقتي، في ثالثه ابتدائي. فاتكلمت كتير وتعبت من كتر الكلام، يا ابني كده غلط، ما ينفعش، غير بقى ضرب واهانه وحاجه وحاجات كده كتير وقله مصاريف. طب انت ما بترجعيش لباباه او لمامته ليه؟ ما هم جدود ولادك. ما لا، المشكله ان باباه ومامته لا ما لهمش علاقه، المفروض ان احنا قاعدين مع بعض. ملهمش علاقه ازاي؟ ما فيش السيطره عليهم، يعني التربيه من الاساس ما فيش حته ان ده الاب او ده الام او كده. عارفه يا ام يوسف، عارفه، وكلمه انا هوجهها لزوجك مش ليك انت، انا هوجه لزوجك كلمه، ان انت بتربي ايتام، بتربي ايتام، وطول ما انت بتربي ايتام وتنفق عليهم، تبدا تكسيهم، تبدا بتطعمهم، وتبدا تحنو عليهم، فلازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يلين قلبك ويبدا يرحمك ربنا سبحانه وتعالى. ولو في اسوه في قلبك فربنا يطير الاسوه دي. ده مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا النبي قال لو انت عاوز تعمل الكلام ده فامسح على راس يتيم. الحاجه الثانيه، خلي بالك ان انت هتكون رفيق سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم في الجنه، لانك انت في النهايه ضميت يتيم بينك وبين، يعني سبحان الله، في بيتك، وانت الذي تنفق عليه. سيدنا النبي اللي قال الكلام ده عليه الصلاه والسلام، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، واشار النبي بالسبابه والوسطى صلى الله عليه واله وسلم. الحاجه الثالثه، ستجد كل بركة في حياتك طول ما انت بتنفق بنفس الراضية وانت فرحان، وزي ما بتجيب لولادك بتجيب لهم، وتبدأ احيانا تبديهم، تقول لا 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 دول ملهمش اب، يعني فقدوا الاب فانا ابوهم وانا كل حاجة في حياتهم، فتبدأ تعوضهم الحنان، فانت على طول ستجد الزيادة والبركة في حياتك. اما لو انفقت مضطرة، يعني انفقت كده غصب عنك وهو كده والمصاريف بقى، ستجد ان الحياة عمالة تضيق عليك. انت انفق بنفس الراضية، انفق وانت، واعرف، لازم تعلم ذلك علم اليقين، ان والله العظيم وانا اقسم على ذلك، يعني انك اذا فعلت ذلك بنفس الراضية ستجد الزيادة والبركة من الله تبارك وتعالى طول حياتك. ربنا يهدي. بشكرك يا شيخ احمد، ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.